ساري لذلا يلحفل في الواد بهو غية مجتمع للهجن ينعاد كل عام إشارة ورموز للهجن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق أول أشواطنا المخصصة بالأشواط الإضافية على بركة الله وتوفيقه. نبدأ في تعداد المراكز المتقدمة الصدارة والمقدمة، ومع المركز الأول الشهني عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصور المتقدم باسمين في هذا الشوط. ثاني المراكز مع الشاهني عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري، ثالث المراكز وثالث التحديات الشاهين يتقدم شعار محمد مبارك بالعور الأخير يتقدم على مستوى المركز الثالث. رابع المراكز ورابع التحديات الشاهنية خليفة بن سالم بن يداه المنصورية يتقدم ويقدم شعاره على مستوى المركز الرابع. خامس المراكز وخامس التحديات جلمودة حمدان بن خليفة بن ثانية النعيم، يا سلام ويا مرحبا بشعار بو حمدان، يتقدم على مستوى المركز الرابع. خامس المراكز وخامس التحديات نشوة وتدخل من شودة حمود بن حمد بن أحمد المعمري يتقدم على مستوى المركز الخامس. سادس المراكز نشوف الدخول والوصول من الشاهنية سالم بن أحمد بن حرب المنصور يتقدم على مستوى المركز السادس. نعود إلى الصدارة هلولا، نعود إلى المقدمة هلولا، نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول. يتقدم شعار بن دعفوس مع المقدمة ويقدم اسم جبار مع الشاهينية مع الصدارة والمقدمة ومع المركز الأول. ثاني المراكز الشعار الخزناوي يتقدم شعار محمد على مستوى المركز الثاني ويقدم الشاهينية. ثالث المراكز وثالث التحديات شاهنية عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصور يتقدم على مستوى المركز الثالث. رابع المراكز شودة حمود بن أحمد بن محمد المعمري يتقدم على مستوى المركز الرابع. خامس المراكز شعار بو حمدان يقدم لنا جلمودة حمدان بن خليفة بن ثانية النعيم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولع ولعت ولعت ما بين الشعارات ما بين التحديات. شوطنا الأول شوطنا الأول المخصص للأشواط الإضافية لمن صاحب هذا الشوط من يحظى بناموس هذا الشوط. يا سلام المقدمة والصدارة مع الشاهنية، الشاهنية مع المقدمة، يا سلام يا سلام. محاولات من شودة محاولات من شودة المتقدمة على الصدارة والمقدمة ومع المركز الأول. حمود بن أحمد بن محمد المعمري يتقدم مع الصدارة الأولى والمقدمة ومع المركز الأول. والعصافة الأبطان ثاني المراكز وثالث المراكز شعار بن دعفوس عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري يقدم لنا الشاهنية. رابع المراكز شعار بو حمدان يقدم لنا جلمودة حمدان بن خليفة بن ثانية النعيم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شودة مع المقدمة، شودة مع الصدارة، شودة مع المركز الأول لتطمن جماهيرها لتطمن محبينها إنها في كامل استعداداتها إنها في كامل جهوزها ما شاء الله وتبارك الرحمن منذ البداية حتى هذه اللحظات. والعصافة الإبطان بدون أي منافس ولا شبه منافس على الإطلاق، يا سلام يا سلام يا سلام. محاولات من شعار بن دعفوس محاولات من شعار بن دعفوس على المركز الثاني والمركز الثالث، يا سلام يا سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، عون ولون عون ولون يراعي شودة حمود بن حمد بن أحمد المعمري يتقدم مع الصدارة والمقدمة ومع المركز الأول. مع المقدمة شودة والصدارة شودة والمركز الأول، يا سلام.
شباب يا سلام، انتفاع عينت الغاية منذ البداية حتى هذه اللحظات بدون أي منافس ولا شبه منافس على الإطلاق. سلام سلام يا هالي شودة على هذه التحديات والمنافسات الخطيرة والشغيقة. والتهنئة إلى مطر بن صوايح الغيلي لحظة الوصول والغدوم إلى خط نهاية معلنة ناموس هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني والمركز الثالث الشاهنية عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصور. المركز الرابع يتقدم شعار محمد مع جلمودة خليفة بن حمد بن خليفة بن ثاني نعيمي. المركز الرابع شعار بالعور محمد بن مبارك بالعور الخيلي. تهاني الناموس لجميع الفائزين والناموس.